مرحبا بكم في قناة إبراهيم فكاي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغتال مجهولون الناشط العراقي البارز صلاح العراقي الثلاثاء في العاصمة بغداد بحسب ما أفاد نشطاء ومصادر أمني للحرة. وقال مصدر أمني إن الناشط صلاح العراقي توفي في المستشفى متأثرا بجراحه عقب إصابته بخمس طلقات نارية في صدره من قبل مسلحين مجهولين. ووقعت عملية اغتيال العراقي وهو أحد قادة المظاهرة أكتوبر في منطقة بغداد الجديدة جنوبي شرق بغداد، على مقربة من نقطة تفتيش تابعة للقناة والقوات الأمنية. بحسب نشطاء للحرة المضيفين أن اغتياله تم بواسطة أسلحة كاتمة الصوت. واندلعت التظاهرات في العراق منذ أكتوبر العام الماضي للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية، لكنها قوبلت بالعنف ما أدى إلى مقتل قرابة 600 متظاهر وإصابة 30,000 إضافة لاعتقال المئات، إلى جانب اغتيالات وخطف لناشطين تتهم الأمم المتحدة ميليشيات بالوقوف وراءه. السلام عليكم يا شعبنا العراقي، وبالخصوص أهل بغداد. دولة بس اللي يطالبون بحقوق؟ أهل بغداد ما عندكم حقوق؟ ليش؟ سنة كاملة نموت متحملين شغب وأحزاب وميليشيات. ليش يا شعبنا العراقي؟ ليش يا أهل بغداد؟ ليش؟ هاي الناس اللي جاي طالب حقهم؟ إذن أنتوا ناس ما تستحقون الحياة. أنتوا ما تستحقون الحياة. إحنا جاي نموت على موتكم. كافي نفاق وكافي رفع